للمرأة أن تتمتع أو تتزوج زواج المتعة أو يبيح لها الزنا من أجل أن تتكسب أو تترزق. أقول له: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. كان من أولى، من باب أولى، أن يدعو الأمة كما دعا الإسلام ونبي الإسلام أن يكفلوا أمثال هؤلاء ويصونوا أعراضهم، فإن الحرة لا تأكل بثدييها، كما قالت هند حين راحت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين. قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وكما يقولون: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. يقول العالم الشيعي محمد حسين فضل الله في كتابه النكاح: فلو أن النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ، إلى أن قال: وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك. هذا الذي يقول إن المرأة إذا اعتادت أن تخرج باللباس القصير أو باللباس البحر أو في شواطئ العراة وقرى العراة يجوز النظر إليها، هذا إنسان ما له بالدين، يعني ما يربطه بالدين ولا شعرة ولا مثقال خردلة. هذا يذهب هناك إلى شياطينه يمارس معهم الرذيلة ويترك هذا الاسم، لأنه يسيء إلى الدين ولو كان دين باطل، لكن في النهاية للأسف ينسب إلى دين الإسلام. أين هو من آيات الحجاب؟ أما قرأ عن آية الحجاب في سورة النور وفي سورة الأحزاب؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أين هو من قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ أين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لإمامهم الأول وإمامنا الذي نعتز به الخليفة الرابع، هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. من يفهم فقه الفكر الدخيلي لا يستغرب من هذا التصرف المشين من رجل الدين الشيعي، فمن يقرأ ويعلم رواية دينية مقدسة عند علماء الفكر الدخيل تبيح للمصلي حسب الفقه الشيعي أن يمارس بعض شهوته خلال أدائه للعبادة. عن مسمع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي؟ قال: لا بأس. قال العلامة الشيعي الطبطبائي عن هذه الرواية: صحيحة. وقال البهبهاني: رواية معتبرة. ويستكمل السستاني هذا سلسلة فتاويه الغير مألوفة فيقول: مسألة 989: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك، والأولى مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا ما انتقلنا إلى رابع أكبر عالم شيعي معاصر وهو آية الله محمد الروحاني وقرأنا فتاويه الفقهية، لعرفنا أكثر الاتجاه العام عند علماء الفكر الدخيل. السؤال: ما حكم التمتع بالزانية؟ وماذا لو كانت هذه الزانية مشهورة بالزنا والعياذ بالله؟ أيصح التمتع بها أم لا؟ وهل يشترط أن تعترف بأن المتعة عقد شرعي أم لا يشترط ذلك؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، التمتع بالزانية جائز، وكذلك بالمشهورة بالزنا وإن كان مكروها. لا أصدق أن مسلما شيعيا أو غير شيعي، بل لا أصدق نصراني مسيحي فيه ذر الدين، يهودي فيه شرف، فيه شرف في دين، أنه يجيز لبنته
لمولاته أن تمتهن الزنا باسم التمتع. ما يمكن، لا يمكن أن يتصور من الأديان الأخرى. أتريدون يا أختي المسلمة الشيعية، يا أختي المسلمة الشيعية، أتريدين كل يوم ينام معك أربع خمسة يعني كل يوم؟ ما أدري، ممكن تكون إذا قالوا أنه مسألة العدة وما عدة نجد لها مئة فتوى، إنه كل يوم معناته ينام معك واحد في اليوم أكثر إذا كانت مدة المتعة أقلها ساعتين أو ثلث ساعة أو ما شابه ذلك. أعوذ بالله. السؤال: ما حكم التمتع بامرأة نيتها الزنا ونيات المتعة مع علمها بالمتعة دون اعترافها به؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه. النية بنحو الداعي لا تضر مع علمها بالإنشاء وإيجاد العلاقة، يجوز التمتع بها. أكبر الكبائر الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أكبر الكبائر الزنا، وبيّن أن صفات المؤمنين ولا يزنون، من صفات عباد الرحمن ولا يزنون، وقال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا، إلا الاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا يبيح ما حرمه الله، هذا لا يجوز شرعا. السؤال: كم زوجة متعة يستطيع أن يتزوج الرجل في وقت واحد؟ وهل هو نفس عدد زوجات الدائم؟ وهل يجمع عددهما دائم ومتعة؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، ليس مقيدا بعدد، والعدد منحصر بالدائم. أنا أقول له: من أين أتيت بهذا الكلام؟ إن الأحاديث التي ذكرت فيها المتعة لما أباحها النبي في خيبر ثم حرمها، وأباحها في أوطاس في عام الفتح ثم حرمها، لم تذكر قصة العدد، كانت له ظروف معينة وانتهت القصة. فيفهم من الكلام أن الرجل يستمتع بامرأة، أما أنه بغير عدد فمن أين أتى بهذا الكلام؟ إلا أنه أعود وأكرر ما قلته وأصلته، أن هذا باطل ومن عند أنفسهم، فلهم أن يقولوا ما يشاءون وأن يخرفوا كيف ما يحلو لهم. أقول الذي يقول هذا، المرجعية الذي يقول أن التعدد في زواج المتعة ليس له عدد وليس له حصر، من أين أتى بذلك؟ إذا كان يعني هو هنا يقيس زواج المتعة على الزواج الشرعي، ويقول الزواج الشرعي له عدد لكن زواج المتعة ملهوش عدد، يعني الموضوع فوضى، هذا الإنسان من أين أتى بذلك؟ وردي عليه، رد أهل السنة يعني، أن جمهور العلماء عندهم زواج المتعة حرام بنص الأحاديث والآيات التي وضحها الإسلام والسنة. السؤال: هل يجوز للبكر الرشيدة أن تتزوج زواج المتعة من خلال الهاتف أو الإنترنت، بحيث يتحدد المهر وتتحدد المدة وبعدها يتم العقد، أدام الله ظلكم الوارف على المؤمنين؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، نعم يجوز الزواج من طريق الهاتف. وسائل يسأل: ما حكم الزواج متعة أو دواما من الفتاة البكر من دون أخذ إذن الولي؟ وهل يجوز الاستمتاعات من دون الدخول بالفتاة البكر في نكاح المتعة، كالتقبيل والضم بشهوة والتفخير إذا كان العقد من دون إذن الولي؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، يجوز الزواج متعة أو دائما من الفتاة البكر الرشيدة من غير إذن الولي، ويجوز جميع الاستمتاعات من دون إذن الولي. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء. توحيد تصفو حياتك.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق